السالمية وترغب بفرحة. هنا لدينا كرة لمبارك الفنيني في عملية استلام جميلة للغاية. هذا مبارك هذا مصدر خطر بالنسبة للسالمية. أوه يا سلام مبارك وعرضية مبارك. وهنا لدينا الله، كنا نتحدث عن مصدر الخطر، كنا نتحدث عن مبارك الفنيني في الجهة اليسرى والعملية والشغل الكبير الذي يقوم به هذا النجم. وبعد ذلك كرة عرضية وصلت وسددت في مرمى العربي معلنة عن أول الأهداف. كارلوس ريفاس يفتتح التسجيل لمصلحة السالمية. واحد نعم للسماوي، السماوي ناوي على هذا اللقب، لكن انظر هنا إلى هذا المصدر، إلى هذا الخطر، إلى هذا التهديد والوعيد الذي كان من مبارك تبارك. وبعد ذلك الكرة واحدة في المرمى معلنة عن أولى التصويبات والكرات والاهتزازات التي حدثت هنا في استاد جابر في مرمى سليمان عبد الغفور. السالمية يتقدم على النادي العربي بهدف مقابل